قاتلة بناتها كارول كورونادو، أمريكية، 32 عاماً وقت الحادثة. 2014 قتلت بناتها الثلاث بعد طعنهن، أعمارهن عامان وستة عشر شهراً وشهران. اكتشفت والدتها الجريمة أثناء زيارتها لابنتها المتهمة. 2015 أدينت بارتكاب ثلاث جرائم قتل، امتنع المدعون عن طلب عقوبة الإعدام لها. يعتقد زوجها أنها تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة وأنها بحاجة إلى العلاج وليس السجن. الادعاء ذكر أنها قتلتهن انتقاماً من زوجها الذي يريد طلاقها ولا يقدم لها المساعدة للاعتناء بهن.